تطلع لجنة تاخد شهر أو أكتر تراجع شبكة الطرق القديمة اللي موجودة في الدولة وكفاءتها وتحطنا في الصورة. اللجنة دي من الإسكان ومن النقل ومن الهيئة الهندسية ومن الكلية الفنية والنقابة الإدارية، وفي خلال شهر تقول لنا إحنا فين وتكلفة رفع الكفاءة دي هتحتاج مننا قد إيه. اللي تقدر المحافظات تعمله واللي نقدر إحنا نعمله بحيث إن إحنا نعمل نقلة في حياة الناس. أنا بتكلم مش على شبكة الطرق الجديدة، أنا بتكلم على القديم، غير حتى اللي مخططات الدولة إنها ترفع كفاءته خلال العام المالي ده. لا، أنا بتكلم أكتر من كده داخل، وزي ما قلت كده إن في ناس كتير جدا بتشتكي من زي ما قال الشاب كده، قال تهالك الشبكة القديمة. لا، إحنا مش هنسيب حاجة اسمها متهالكة. برضو زي ما اتكلمنا عن كده، يبقى اللجنة دي يمكن تكون برضو من ضمن اللي بتبص تراجع لي الكباري اللي عمرها أكتر من 10 سنين وتتأكد من مستوى الكفاءة والصيانة اللي فيها والسلامة اللي موجودة فيها. الكباري اللي أكتر من 10 سنين، من فضلكم، إحنا الكلام ده كنت أنا قلته من 4 سنين في بداية الفترة الأولى، وقلت يا جماعة بصوا على الكباري، وكنت بقصد بيه ساعتها الكوبري بتاع اللي هو اللي جاي بتاع شارع رمسيس. خليني اقول لحضراتكم برضو انه كان هناك خلال هذه الكلمه وخلال افتتاح هذا العدد من المشروعات والطرق نقطه مهمه جدا، ويمكن الرئيس اتكلم عن احتياج مصر في هذه الفتره المياه وسياسه ترشيد المياه. يمكن دي الاستراتيجيه اللي الدوله المصريه بالفعل بتعمل عليها في هذه الفتره. يمكن كان اتكلم عن تطهير الترع والمصارف ومجرى النيل، اتكلم بشكل اكثر تحديدا عن ازاله ورد النيل والحشائش من الترع والمصارف حتى يمكن لنا ان احنا نقلل من المياه المهدره. يمكن ده كله في اطار طبعا الاستراتيجيه المصريه زي ما ذكرت لحضراتكم في ترشيد المياه، مياه النيل. يمكن كان اشار ايضا انه يمكن محتاجين مشاركه بين المحافظات ووزاره الري، ولكن اشار انه هي مساله معنيه اكثر بوزاره الري لازاله كل التعديات وإزالة كل ما يمكن أو كل اللي يمكن أن هو يهدر من مياه النيل في المرحلة القادمة. نذهب لمتابعة هذا المقطع من كلمة الرئيس. أنا كلمت على التعديات وأرجو أن إحنا وإحنا شايفين كده، وأنا بكلم المحافظين وبكلم وزارة الري، هتلاقوا أن الترع واللي موجودة دي بالكامل، حجم ورد النيل اللي موجود فيها وحجم الأعشاب اللي موجودة فيها دي بتستهلك كميات من المياه، والمفروض ان الكلام ده كله يتم ازالته، يتم ازالته من خلال المحافظه ومن خلال وزاره الري. المعنيه وزاره الري ما فيش كلام، المعنيه وزاره الري، لكن لا يمكن ابدا ان احنا كمسؤولين في الحكومه وكمحافظين في الدوله هنا وحتى كاهالي ان احنا نسمح ان حجم الزراعات اللي هي بتطلع وبتستهلك كميه كبيره جدا. احنا بنتكلم في اكتر من 40-50 ألف كيلو من الترع والمصارف موجودة في مصر. تصوروا لو النهاردة حجم الزراعات اللي موجودة ديت اللي هي زراعات ما بنستفدش منها بحاجة، تاخد قد ايه مية. فمن فضلكم سواء كان جسور الترع او الترع نفسها، يعني نهتم وده كان المفروض ان زمان من سنين طويلة فاتت كان الكلام ده بيتم ازالته سنويا عشان تفضل شبكة الري وشبكة الصرف بكفاءة عالية وما نستهلكش مية في هذه الزراعات. يمكن أكمل الرئيس خلال كلمته النهاردة في افتتاح في إطار افتتاح هذه المشاريع عن 2020 دولة جديدة خالص غير اللي احنا فيها، ويمكن احنا في طريق لهذا. يعني بنتابع تقريبا في خلال أو بعد بضعة أيام، بنتكلم في أيام وبيتم افتتاح طرق جديدة، كباري جديدة، منشآت جديدة، كل ما يخص المدن الجديدة والبنية التحتية وما شابه. والحقيقة أنه فعلا رئيس أشار إلى ضرورة الانتهاء من الطريق الدائري الأوسط بكل كباري، وده بحلول نهاية العام 30 يونيو 2019. يمكن أيضا ذكر الرئيس أنه خلال أو في إطار الأيام القادمة هنتابع بوتيرة أسرع افتتاح مشروعات جديدة، افتتاح طرق جديدة، افتتاح منشآت جديدة، وده يمكن بيأكد أنه الدولة بكل ما فيها من حكومة ووزارات ماشية على الطريق الصحيح كما ذكر الرئيس.
زي ما قلت لحضراتكم أيضا أنه ذكر أنه في عام 2020 دولة هتكون بشكل مختلف تماما، هيكون بنتكلم عن موجودين في دولة بها بنية تحتية مختلفة، طرق، كباري، مدن، واللي بيتم العمل عليه بالفعل هذه الأيام. احنا بنتكلم أنه الحقيقة أنه كل كم يوم بنتابع مع حضراتكم افتتاح طريق جديد، افتتاح مدينة جديدة، بنتابع يمكن بالكاميرات من داخل المدن الجديدة مدن متكاملة، مدن تنموية متكاملة وطرق بتربط بين كل محافظات الجمهورية. نذهب للمتابعة. ان الدائري الاوسطي لغاية محور الضبع اللي انت قلتوا عليه 30/6/19 ولا ايه؟ ان شاء الله يا فندم. يعني الدائري الاوسطي كله بكل كباريه بكل قطاعاته ان شاء الله، سواء بتاعتنا او اللي شغال في وزارة الاسكان. 30/6/19 ان شاء الله يا فندم. حتى الكوبري بتاع المقاولين ان شاء الله يا فندم. طيب ماشي. طيب واحنا رود الفرج قلنا اخر السنه دي ان شاء الله يا فندم شهر 12 سيادتك هنفتح تشغيل تجريبي، ناخد سيادتك شهر او 45 يوم تشغيل تجريبي وتظبيط للمرور ونبقى جاهزين نفتحه ان شاء الله. طيب ماشي، شكرا يا كامل. وان شاء الله خلال الفتره اللي برضو اللي احنا الايام اللي جايه والاسابيع اللي جايه هيبقى فيه افتتاحات لمشروعات اخرى، بتاكد بس ان احنا ماشيين على الطريق السليم، وان احنا كدوله، انا بتكلم مش حد تاني، الدولة هي اللي بتعمل، الدولة متمثلة في الحكومة، متمثلة في وزارتها، حتى لو كانت النهاردة القوات المسلحة بتساهم، فهي بتساهم في إطار إنها جزء من الدولة المصرية، جزء من الدولة المصرية. أنا بشكر الجميع وبتمنى لكم التوفيق، وأرجو إن احنا معدلات عملنا في المحاور اللي أنتوا قلتوا عليها اللي هم استكمال العشرة اللي على النيل، احنا مش عايزين حاجة نقول على 30/6/20 30/6/20 زي ما وعدت الدولة، قلت لكم 30/6/20 هنقدم لكم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي كانت موجودة فيه، وده جهدكم.